السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للوقوف على اخر المستجدات في ملف المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا وايضا السجون التابعه للامارات واحزمتها الامنيه في الجنوب. إذن كشفت رابطة أمهات المختطفين عن رصد 950 حالة تعذيب للمختطفين والمعتقلين في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى. وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن العاصمة صنعاء تصدرت المركز الأول بواقع 144 حالة، تليها محافظة الحديدة. وتضمن التقرير وقوع 128 حالة قتل تحت التعذيب وتصفية في أماكن الاحتجاز تصدرتها محافظة عدن بواقع 16 حالة. أوضحت الرابطة خلال مؤتمر صحفي عقدته بتعز أنها حصلت على رسائل من المعتقلين والمخفيين قسرا تروي تعرض بعضهم للتعذيب المروع في مختلف السجون، وتعرض بعضهم أيضا للاعتداء الجنسي خاصة في السجون التابعة للتشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات في عدن. مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: إلى متى سيظل ملف المختطفين في اليمن بعيدا عن الاهتمام الرسمي وأيضا الحقوقي؟ وهل أصبح هذا الملف ورقة ابتزاز سياسي؟ وما الذي قدمته المنظمات الإنسانية إزاء ذلك؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. بعد سنين من الاعتقال والتعذيب، بات الموت أمنية للآلاف من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي والقوات المدعومة من الإمارات، واقع فرضته أساليب التعذيب المختلفة للمختطفين والمعتقلين لديها، ما أدى إلى مقتل نحو 128 معتقلا بسبب التعذيب، جلها في محافظة عدن بحسب تقرير حديث لرابطة أمهات المختطفين. الرابطة كشفت عن رصد 950 حالة تعذيب للمختطفين والمعتقلين في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى، كما روت عن الضحايا أنفسهم طرقا فظيعة من الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون، تنوعت بين الصعق والشواء والجلد تحت الأقدام خاصة في سجون ميليشيا الحوثي. كشف التقرير أيضا عن حالات اعتداء جنسي يتعرض لها المعتقلون في السجون التابعة للتشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات بالعاصمة المؤقتة، وهو ما سبق إليه تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة ومصادر إعلامية غربية. تشكو الأمهات والأهالي من تعرضهم للابتزاز والتهديد جراء نشاطهم، كما تتعرض فرق الرصد والتوثيق وحتى الشهود للقمع والإذلال، لكن ذلك لم يمنع الأمهات من دورهن في الكفاح من أجل أبنائهن وذويهن المعذبين في السجون والمعتقلات. ففي ظروف كهذه لا يملك أهالي الضحايا سوى الاحتجاج وإطلاق المناشدات، على المجتمع الدولي يخرج عن صمته لينقذ ما يمكن إنقاذه. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وسينضم إلينا من محافظة تعز رئيسة رابطة أمهات المختطفين في المحافظة أسماء الراعي. سيدة أسماء، مساء الخير. مساء النور، عضو رابطة أمهات المختطفين. أهلا بك سيدة أسماء. يعني هل لك أن تقيمي لنا أوضاع المختطفين في سجون الميليشيا؟ أوضاع المختطفين في سجون جماعة الحوثي، طبعا إذا بدأنا في شرح أوضاعهم فأوضاعهم تبني العينق أو القلب جمل، ما يخرج به المخرج عنهم من حكاية ومن قصص ومن رواية عن ما يحدث في سجونهم، أشياء لا يمكن أن يتصورها العقل الإنساني ولا يمكن أن يفعلها أناس يتصفون بالإنسانية. أوضاعهم إذا أردنا أن نقول أن أوضاعهم مزرية إلى حد لا يمكن أحد أن يتخيل. نعم، يعني هل هناك أي دور للمنظمات يعني قامت به حيال قضية المختطفين، سواء منظمات محلية أو دولية؟ المناشدات تكثر من أهالي المختطفين ومن الرابطة ومن الحقوقيين في الرابطة، لكن ما نراه على وجه الواقع لا يصل الى حجم المعاناه او الى حجم النزاعات. لم نرى اي منظمه سواء محليه او دوليه او عالميه رات مراه ما يراه المعتقلين او المختطفين او المخفيين من تعذيب. نكاد نقول ان كم معانا كم عدد كبير من الاشخاص الذين قضوا تحت التعذيب، وناس سواء في سجون الجماعات الحوثيه
أو سواء موتهم بعد خروجهم جراء الأمراض التي تعرضوا لها، منهم من خرج بشلول، ومنهم من خرج يعاني من أمراض جسدية مزمنة، ومنهم من خرج يعاني أمراض مثل الكلى والقلب وآلام في الرأس، حالات نفسية، أمراض عديدة يعانيها المختطف داخل السجن، ولا نجد من يأخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أو من ينصف هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الحالات التي نكاد نقول أن الإنسانية عدمت في تعاملهم مع هؤلاء الأشخاص. نعم، بالنسبة سيدة أسماء لوضعكم في تعز، يعني كما يعني نشاهد بين فترة وأخرى في صنعاء، يعني تحديدا كلما أقيمت وقفة احتجاجية يعني من قبل يعني رابطة أمهات المختطفين، تواجه في الكثير من الأحيان بالقمع، يعني كيف هو تعامل الميليشيا وأدواتها في تعز مع أنشطتكم؟ نحن في تعز أنشطتنا تكاد لا يعتدى عليها، لأن نحن في منطقة تعتبر آمنة، أما الأخوات في رابط في رابطة في عد في صنعاء يتعرضون للضرب، للكتاب، للشاكل أحيانا، للاعتداء بالأيدي، هذا لأنهم في صنعاء تحت يعني في منطقة لا تزال جماعة الحوثي، يعني أنشطتكم أنتم في المناطق المحررة بتعز ولا تتعدى مناطق كالحوبان وغيرها من المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا؟ لا نستطيع الخروج الحوبان وقيام بالوقفات في الحوبان، نحن نعملها في داخل المنطقة. نعم. إذن وضحت الفكرة، سأعود إليك سيدة أسماء الراعي. أشرك معنا في الحديث أيضا عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أم أحمد، ستنضم إلينا من صنعاء. سيدة أم أحمد مساء الخير. مساء النور. يعني إحصائية مرعبة السيدة أم أحمد ما كشفته رابطة أمهات المختطفين عن حال المختطفين وعدد المختطفين وما يتعرضون له، يعني كيف تتابعون أنتم هذا الملف؟ الإحصائية ليست إحصائية في الواقع، هذا هو فقط ما تمكننا من توثيقه في الرابطة، أما في الواقع في الحالات يعني بالأضعاف هذا الرقم الذي الرابطة أظهرته في تقريرها، ونحن نقر بذلك لأننا لم نستطع الوصول إلى كل الحالات، بل أن كثير من هؤلاء المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب، ونحن نعلم أنهم تعرضوا للتعذيب، لكنهم لم يستطيعوا تذكر تلك الأحداث، بل أن أحدهم قال لا تقلبوا المواضع، دعونا ننسى ما حصل لنا في تلك الشهور. هذا لأن هذا نموذج فقط لكثير من أولئك الذين لم نستطع توثيق حالاتهم أو لم نستطع حتى بعضهم الوصول إليهم. فالأرقام هذه التي ذكرت في التقرير 950 حالة تعذيب، هل هي فقط التي توصلت فيها فرق الرصد إلى توثيقها؟ أما الحالات فهي أكثر من ذلك بكثير. لم نجد أحد المختطفين يخرج من السجن ويقول أنه لم يتعرض للتعذيب أو أنه كان هناك في السجن لم يتعرض للتعذيب. كل مختطف دخل إلى السجن مرت مرحلة الإخفاء القسري ثم التعذيب الوحشي الذي ذكرنا نماذج منه في هذا التقرير. نعم، يعني ألا تعتقدون سيدة أم أحمد أن ملف المختطفين يعني بات مغيب من كل الجهات؟ نعم هو مغيب من كل الجهات، ولذلك الرابطة توجهت بتوصياتها في ختام هذا التقرير لرئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء، لوزارة حقوق الإنسان، للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، هذا على المستوى المحلي، أيضا توجهت بالنداء للمبعوث الأممي، المنظمات العاملة في حقوق الإنسان، كل مناصري حقوق الإنسان توجهت إليهم بالنداء لإيقاف التعذيب داخل اليمن، في سجون اليمن، في شماله، في جنوبه، تنادي الكل وتناشد الكل إيقاف هذا التعذيب وإيقاف هذا الجنون في أساليب التعذيب في السجون والمعتقلات. نعم، إذن ابقي معنا سيدة أم أحمد. أعود للسيدة أسماء الراعي، رئيسة رابطة أمهات المختطفين في محافظة أو عضوة الرابطة في محافظة تعز. يعني سيدة أسماء، لو تحدثنا عن الجانب الشرعية، الحكومة الشرعية ودورها في هذا الملف، كيف تقيمونه؟ نقول أن الجانب الشرعي ليس بالجانب المطلوب أو
ليس هناك أوامر بإطلاق سراح المختطفين سواء في المناطق التي تعتبر تحت نطاق الشرعية. نقول أن الجانب الحكومي كذلك ضعيف في هذا المنوال، حيث أننا نأمل منهم أن يتابعوا قضية المختطفين وملف المختطفين بطريقة أقوى وبجدية أقوى حتى ينال كل شخص مختطف حريته بإذن الله. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيدة أسماء الراعي، عضو رابطة أمهات المختطفين في تعز. ونشرك معنا أيضا في الحديث، ستنضم إلينا عضو رابطة أمهات المختطفين في تعز أيضا السيدة عائشة العديني. سيدة عائشة، مساء الخير. أهلا بكم. مساء النور. أهلا أهلا بك سيدة عائشة. يعني نتساءل، ما هي آخر المستجدات لديكم حول ملف المعتقلين؟ آخر المستجدات في ملف المختطفين أنه وصل عدد المختطفين في الجمهورية اليمنية 14,860. أيضا بالنسبة للمنظمات، نقول للمنظمات نطلب منهم، نحن نطالب من المنظمات الدولية والمحلية أن يكونوا على قدر الثقة والأمل الذي وضعناه بهم، وأن يطوروا من آليات ضغوطهم ويرفعوا سقف مطالبهم إلى الجهات الدولية المخولة بحماية حقوق الإنسان لإيقاف هذا الإجرام في حق أبنائنا المختطفين. نعم، يعني أنتم كيف توصلتم لهذه الإحصائيات يعني سيدة عائشة، يعني خصوصا أن ما ذكرته أيضا السيدة أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء، أن هذه الأرقام المرعبة التي ذكرت يعني هي نتيجة تقريبية وليست بنتيجة دقيقة، أيضا هناك ما هو أعظم يعني كما أوضحت. نعم، هذا ما استطاعت الرابطة الوصول إليه عن طريق فريقها، فريق الرصد. نحن في الرابطة نقوم بالرصد والتوثيق لحفظ حقوق المختطفين. هذا ما استطاعت الرابطة أن تصل إليه من الأعداد، وهناك عدد لم نستطع الوصول إليها. نعم، إذن ابقي معنا سيدة عائشة. أذهب لأم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين في صنعاء. يعني سيدة أم أحمد، يعني كيف يمكن التعريف بمآسي المختطفين في اليمن؟ التقرير هذا الذي أصدرته الرابطة هو مجرد رسالة لكل الجهات، رسالة لكل الناس، أن هذا ما يتعرض له المختطفين داخل السجون والمولدين داخل خلف القضبان. هذا نموذج فقط مما يتعرضون له. نحن لم نتحدث في تقريرنا عن الإخفاء القسري وآثاره على الأسرة وعلى المختطف، فقط اخترنا موضوع التعذيب كنموذج لما يعانيه أبناء المختطفين داخل السجون. فنحن نأمل أن يكون الجميع على مستوى هذا الحدث وعلى مستوى هذه القضية، لأن يبذل الجميع ما في مسعده من أجل الخروج من هذا النطاق والخروج لقضية المعتقلين، خروج إنساني لائق بهذه القضية. نعم، لكن يعني سيدة أم أحمد، هناك من يطرح بعض الملاحظات حول عمل الرابطة بأن يعني أن يجب أن تكون الرابطة يعني أكثر تنظيما وترتيبا مما هي عليه، بحيث يعني تصل رسالتها إلى المجتمع الدولي بشكل أكبر ويعني بشكل أكثر دقة. سيدي، الرابطة هي عبارة عن أمهات، مجموعة من الأمهات التي تعرفنا أمام أبواب السجون، واخترنا لأنفسنا أن يكون قوة منظمة من أجل الحصول والمطالبة بحقوق أبنائهم المختطفين. الرابطة شيء من الطبيعي أن لا تكون في مستوى في هذا المستوى مرة واحدة، لكن نحن نسير مع القضية وبصدق وبحق مع هذه القضية، ونثق بإذن الله أن صوتنا سيصل إلى كل مكان، أن قوة الأمهات هي قوة لا تقهر، هي قوة من الله عز وجل. فلذلك نحن نأمل أن يصل صوتنا إلى كل مكان. الرابطة تعتمد في الغالب، وخاصة في مسائل التوثيق ومسائل الرصد، تعتمد المنهجية المعتمدة لدى المنظمات الدولية، ليست عشوائية، بل أنها منهجية منظمة للغاية. أضربت على سبيل المثال مثلا في هذا التقرير
الرابطة اعتمدت على مقابلات الضحايا والسماع منهم مباشرة على الرسائل المسربة سرا من المختطفين، على شهاداتهم هم على زملائهم وما عانوا داخل في السجون، أيضا شهادات الأهالي أنفسهم، كل ذلك موثق وكل ذلك بأسلوب منظم تطلع به الرابطة في التنسيق والرصد. نعم نحن أمهات لم نستطع الوصول إلى كل مكان، لكن نحن نثق أن صوت الحق سوف يصل إلى كل مكان، وأن قوة الأمهات تستمد من قوة القضية ومن أحقية هذه القضية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك سيدة أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء. وأعود للسيدة عائشة العديني. يعني سيدة عائشة، أطرح لك نفس التساؤل الذي طرحته على السيدة أم أحمد. هناك من يعتب أن الرابطة لا تعمل بتنظيم أكبر، بحيث يعني تصل رسالتها بشكل أكبر وأوسع إلى المجتمع الدولي. نحن مجرد أمهات التقينا عمل السجون، يعني الوضع طبيعي أن نكون يعني نعمل بجهود بسيطة. هو الجهد كبير، يعني البعض ينظر أنه يعني يذهب سدى إذا ما تم أيضا يعني تنظيمه بشكل أكبر. نحن في رصد الانتهاكات نصل إلى درجة المنظمات الحقوقية، رصدنا للانتهاكات رصد بشكل قوي، نوثق بالصوت والصورة أيضا. يعني نحن نسعى بشتى الطرق أن يكون رصدنا حقوقي بشكل أكثر. نعم، طيب ما مدى الاستجابة التي حققتها الرابطة منذ تأسيسها إلى اليوم؟ نحن يعني نتواصل مع المنظمات بشكل مستمر، لكن بالنسبة للمنظمات تتعاطف معنا، يعني نقول أنها تضغط على تقول هي المنظمات تقول أنها تضغط على جهات الانتهاك ولكنها لا تستجيب. نعم، لكن يعني ألا تعتقد سيدة عائشة أن هذا الملف، ملف المختطفين، يعني يتم تسييسه في المرحلة الأخيرة؟ القضية قضية إنسانية ونحن لا نقبل أي تسييس، فالمختطف إنسان له الحق في الحرية والكرامة. القضية قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية، ليس للسياسة لها في هذا الملف أي دخل. فالمختطف اختطف من الشارع، المختطف معتق، المختطف مهندس، المختطف يعني ليس للسياسة أي دخل في هذا الجانب. نعم، طيب بالنسبة للتفاعل، يعني سيدة عائشة، هل لمستم التفاعل الكبير يعني في الجانب المحلي وأيضا على مستوى المنظمات الدولية؟ مثل ما قلت لك سابقا، بالنسبة للمنظمات تتعاطف معنا وتقول أنها تقوم بالضغط على جهة الانتهاك، ولكن جهة الانتهاك لا تستجيب. وهنا نحن نطلب من المنظمات الدولية والمحلية أن يكونوا على قدر الثقة والأمن بهم، وأن يطوروا من آليات ضغوطهم ويرفعوا سقف مطالبهم إلى جهات دولية المخولة بحماية حقوق الإنسان لإيقاف هذا الإجرام في حق أبنائنا المختطفين. نعم، طيب يعني هنا سؤال أخير سيدة عائشة، يعني هل لديكم قائمة بالتهم التي يعني عادة ما توجه للمختطفين ويتم احتجازهم بسبب هذه التهم؟ نعم، أغلب التهم الموجهة للمختطفين أنهم شاركوا في المقاومة أو يكتب منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي داعمة للمقاومة. أغلب أبناء تعز يتهمهم بأنهم أنتم دواعش. وبعض الأحيان أنه صحفي أو رهين مقابل شخص أن يكون المختطف يعمل في الجانب الإغاثي، أيضا أنهم يعطوا إحداثيات، وفي بعض الأحيان بدون تهم أو أنهم مع الشرعية. كل هذه التهم ترتمي على المختطفين جميعهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيدة عائشة
العديني عضو رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز. نشرك أيضا معنا في الحديث من مأرب، أو يبدو أن الاتصال لم يجهز في ضيفنا من مأرب، وسنكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا في الحلقة، سيدة عائشة العديني وأيضا السيدة أسماء الراعي وأم أحمد، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.